السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أنا حمدي كارت من حمدي أجرو، فيديو جديد وموقع جديد. ازيكم عاملين؟ مبدئيا قبل ما تيجي في أي حاجة أو بنقول في أي حاجة، وأنت لسه مسكت القناة انزل تحت اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان تصلك كل جديد، وهعمل ده كله لايك عشان أساعد لك كتير من الناس إن شاء الله. بإذن الله يا جماعة هقول لكم على حلقة سامي المدني وعادل شكل وعبد الباسط حمودة اللي كانوا ايجو مع رامز جلال، واللي آخر تلات حلقات مشيت اتعرفوا. مبدئيا بس قبل ما ندخل في الموضوع، ان انتوا عارفين ان رامز جلال كان مصور 30 حلقة، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده في رمضان قلنا ان رامز جلال صور تقريبا 10 حلقات يبقى 40 حلقة. تمام. طبعا انا استغربت وحسيت ان في موضوع في فيك وكده، لقينا اخر 3 حلقات رامز جلال بيصورهم خلف الكواليس، يعني بيقول لكم ايه اللي حصل في البرنامج. تمام، انا طبعا استغربت، قلت طب ما هو في حاجه بالظبط، هو ازاي رامز جلال اول مره في حياته يعمل كده، اول مره ان هو يجيب 3 حلقات بكواليسهم، يعني 3 حلقات بيقول لنا مثلا على الكواليس، على ايه اللي بيحصل، على كل حاجه. تمام، فاهمين يعني يا جماعه. وبعدين انا استغربت، قلت ما هو رامز جلال اساسا ساعات بيجيبها الحلقه الاخيره، ما بيجيبهاش اخر 3 حلقات. لاحظت ان في مشكله ما بين سامي المدني وعادل شكل. هنبتدي بعادل شكل الاول. عادل شكل شفت كده على مواقع التواصل الاجتماعي او السوشيال ميديا، يعني لقيت ان عادل شكل حصل خناقه ما بين رامز جلال وعادل شكل، وكانوا بيشتموا بعض، او كان عادل شكل بيشتم بعض بيشتم رامز جلال عشان الحلقه بتاعته مش اتعرضت. طيب بالمناسبه عادل شكل خد كام؟ عادل شكل خد 15,000 دولار، يعني ميساوي 225,000 جنيه. تمام، فاحنا دلوقتي هنروح نشوف الفيديو اللي عادل شكل بيشتم رامز جلال، وهترجعوا لي تاني عشان نعلق عليه. الكشك اللي طلنا بويلة، ريال بوتيرتي بومبيلة، انتظروني وهقول لكم على فضايح رامز ابن جليلة. رامز ايه؟ ابن جليلة. ازاي الصحة؟ ازاي الحال؟ رامز ابن جليل، انتظروني لما العبد لله ومعاد ساعة الفور تاني يصوره وبعد كده بجيبش حلقاتنا. حابب اقول له هتكسك ندى اللي بيلا هي مقصودة معانا يا رامز يا ابن جليلة. طبعا جماعة بعد ما شفت الفيديو كان عادل شكل بيقول فيه ان كان بيشتم على رامز جلال، ان عشان الحلقة بتاعته مش اتعرضت. ايه السبب؟ ما نعرفش، الله اعلم. بس السبب اللي انا قلت لكم ان هو حصل خناقه ما بينهم هما الاثنين. طيب بالنسبه لسامي المدني، سامي المدني برضو سمعنا كلام ان هو سامي المدني راح لبرنامج رامز جلال. طيب سامي المدني صغير في السن، فمستحيل ان هو هيروح مع رامز جلال، ده اول حاجه. تاني حاجه، يروح مع رامز جلال كان الحلقه بتاعته هتتعرض. تمام. بس انا شفت صوره كده فيك محطوطه على السوشيال ميديا، هحطها لكم دلوقتي على الشاشه. طبعا انا في الاول استغربت، قلت اكيد دي مفبركه واكيد سامي المدني مش ايجا. اتضح ان سامي المدني لا ايجا مع رامز جلال، بس الحلقه بتاعته برده مش اتعرضت. طيب رامز جلال خد كام سامي المدني خد 15,000 دولار زي برضو عادل شكل. تمام، في شخص تالت برضو الحلقه بتاعته مش اتعرضت، او تقريبا اتعرضت بس على ما اتوقع ما اتعرضتش، وهو عبد الباسط حموده. الحلقه بتاعته برده ما اتعرضتش، بس هو خد من رامز جلال قصدي 15,000 دولار، يعني ما يساوي 25,000 جنيه. يعني هما الثلاثه واخدين زي بعض، واحنا زي ما احنا عارفين ان مغنيين المهرجانات بياخدوا مبالغ قليله، يعني هم اكتر ناس بياخدوا مبالغ قليله اكتر من ممثلين ولاعيبه الكره. وطبعا زي ما انتوا ما رحتوش شوف الفيديو اللي انا كنت عملته على ارباح الناس اللي ايجو خدوا، الناس اللي ايجو عند برنامج رامز جلال، يا ريت تروحوا تشوفوه، هتلاقوه تحت في الوصف، لو دخلت على القناه هتلاقوه. فده كل اللي عندي. وان المشكله كالاتي يا جماعه، بعت لكم المشكله تاني. المشكله كالاتي، المشكله ان حصل مشكله مع عادل شكل ورامز جلال، فالسبب اللي خلى عادل شكل ورامز جلال ما تعرفتش ان حصل مشكله ما بينهم هما الاثنين.
بس فيارب يكون رسالتي وصلت ليكوا، يارب يكون فهمتوا الرسالة قصدي ازاي او فهمتوا الحكاية قصدي ازاي. انا بعتذركم ان لو الفيديو اتأخر عليكم، بس انا لقيت مواقع التواصل الاجتماعي مليانة الناس عاملين يسألوا طب ازاي سامي المدني يجي مع رامز جلال وكل الكلام ده كله. وحتى انا برضو استغربت، لقيت برضو ناس عمالين يحطوا صور مصغرة فيك وحاجات فيك مثل مليهاش 30 لازمة. بس فيارب تكون عجبت الفيديو، وياريت ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعل زر الجرس. وبس فده كل اللي عندي، وان شاء الله لو اي خبر طلع تاني لبرنامج رامز مجنون رسمي، اخبار جديدة يعني، ان شاء الله باذن الله هطلع واقول لكم. ويلا.